تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتمنى أن تكون يعني مليئة بالفائدة عليكم مستمعينا. وأيضا في البداية نرحب بفريق عمل البرنامج، معنا في التنسيق أم خليفة ميرا الغفلي، صبحت الله بالخير، وأيضا صباح الخير بنوح، في الإخراج معانا أيمن سرحيل، وأيضا شاركني في التقديم اليوم الدكتورة بدرية الحرمي، صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور محمود، صباحكم حب وإيجابية، صباحكم نور وتفاؤل أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا فيكم في حلقتنا اليوم، ونذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. تواصلوا ويانا ومشاركتكم أكيد تسعدنا. طيب دكتورة، خلينا بس في البداية ننوه للمستمعين بتطبيق نظام مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة. انزين، نبغى ننوه لكافة المتعاملين والمراجعين هيئة الصحة في دبي والجميع منشآت هيئة الصحة اللي تتعامل مع مشروع الملف الطبي الموحد الإلكتروني سلامة، انه يبون بعض الوثائق المهمة، وهي بطاقة الهوية الإماراتية والبطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي، وخاصة خلال زيارتهم الأولى للمراكز الطبية، وهذا عشان بس نحدد بياناتهم الشخصية في الملف الطبي الإلكتروني الموحد. أيضا يا جماعة الخير، يعني نبغي ننوه كذلك لمسألة مهمة جدا، اللي هي نتمنى من المتعاملين اللي يتوجهون إلى مستشفى حتى ولا مستشفى لطيفة يطولون بالهم شوية. النظام توه شغال، طبيعة الحال نظام جديد على الموظفين، نظام جديد على المتعاملين، فبيصير في تأخير يعني غصبا عن الموظفين، لان ما الواحد ياخذ تاخذ يديه على النظام من جهه، اثنين يخلصون من التسجيل في النظام بشكل عام للجميع يعني لكل المتعاملين. ايضا دكتوره شغله مهمه، المستشفى للامور الطارئه يا جماعه الخير، يعني صحيح ولد في زجام ولا كذا وين يروح؟ ممكن يصير المراكز الصحيه اللي حواليه يعني وحوالينا في المنطقه، فمنحاول نسوي زحمه على المستشفيات، فهذا يعني مثل ما قلنا يعني الصبر يا جماعه، لان كل الاشياء اللي احنا نسويها في النهايه لمصلحه المستفيدين من خدماتنا، وان شاء الله اخر شيء يعني هذا كله بيحقق لكم السعاده ان شاء الله. ونظام جميل جدا، البارحه طرحنا حلقه كامله كانت مع الاستاذ اماني الجسمي مدير اداره تقنيه المعلومات، وتحدث تحدثنا عن المميزات الخاصة بهذا النظام. عشان كذا نرد ونقول أن مسألة التعاون ونجاح هذا النظام يعتمد بشكل كبير على تعاون المتعاملين.
قلنا نذكر بالثلاث أشياء المطلوبة دكتورة مرة ثانية. إنزين، بطاقة الهوية الإماراتية وبطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي. هذه الثلاث أشياء وايد مهمات على الأقل المرة الأولى، على أساس إنه بس يدخلون البيانات ويتأكدون إن هذه البيانات سليمة، وهذه يعني تعطيكم إن شاء الله يعني تشخيص أدق ورؤية أفضل للطبيب المعالج، وأيضا لك أنت بتكون شايل معاك الملف الطبي وين ما تروح وين ما تتعالج في هيئة الصحة حاليا، وإن شاء الله مستقبلا بيكون يعني على 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 مستوى الإمارة في بعض المستشفيات الخاصة، وأيضا على المستوى العالمي كذلك اللي يطبقون هذا النظام، نظام الملف الإلكتروني الموحد من شركة إبك. طيب، عادة دكتورة نحن نعرف ان الاكتئاب انزين ممكن ان الام اذا اصيبت بالاكتئاب ممكن انها تعدي، او ان ما بدنا تعدي ان توصل هذا الشعور للابناء، ولكن في دراسة هي الاولى من نوعها، اصابة الاب بالاكتئاب قد تزيد من خطر اصابة الابناء المراهقين بالاكتئاب. توصلت دراسة حديثة إلى أن إصابة الأب بالاكتئاب قد تزيد من خطر إصابة أبنائه المراهقين بالاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية. وكانت الدراسة أو كانت في دراسات سابقة يعني مثل ما قلنا توصلت إلى وجود علاقة بين إصابة الأمهات بالاكتئاب وإصابة الأطفال به كذلك، إلا أنه بحسب الباحثين فإن هذه هي الدراسة الأولى التي تعثر على صلة بين إصابة الآباء بالاكتئاب وإصابة أبنائهم به أيضا، بغض النظر عما إذا كانت الأمهات يعانين منه أم لا. استندت الدراسة على تحليل بيانات آلاف العائلات في كل من إيرلندا وويلز وبريطانيا. المعدة الرئيسية للدراسة جيما لويس الباحثة في قسم الطب النفسي بجامعة كوليدج لندن تقول هناك سوء فهم كبير حول دور الأمهات في صحة أطفالهن النفسية، وكأن دور الآباء أقل أهمية، إلا أن دراستنا وجدت بأن العلاقة بين إصابة أحد الأبوين بالاكتئاب وزيادة خطره عند الأبناء لا يتعلق بالذكورة أو الأنوثة. بحسب الباحثين فإن معدلات الاكتئاب ترتفع بشكل حاد مع دخول الطفل في سن المراهقة، وبالتالي فإن معرفة المزيد عن عوامل خطر الاكتئاب قد تقي من الإصابة به لاحقا. جرى نشر نتائج الدراسة في 15 من شهر نوفمبر الحالي في مجلة The Lancet الطب النفسي. فيعني دراسة مثيرة للاهتمام دكتورة، شو تبغين تعلقين عليها؟ صحيح، مثل ما ذكرت في البداية أن الاكتئاب دائما إحنا نقول اكتئاب الأم يأثر أو مثل يكون معدي للأبناء اللي وياها في البيت، لكن أن الآباء يعني هذا وهذا المميز في هالدراسة. ومثل ما نعرف أن الآباء طبيعتهم ممكن من نوع اللي يخفون الشيء، ما يطلعون يعني إذا في شيء ضايقهم يحاولون يخفون هالشيء، وهذا ممكن يكون في عوامل نفسية أنه يعني أنه يبى يكون مثلا قدوة بين عياله وما يبى يبين لهم أنه مثلا مكتئب، أو يعني حسسهم نوع من أنواع يعني الضعف أو غيره أو التعب يعني. بس هذا الشيء إحنا نقول يعني مثل ما عرفنا أن الاكتئاب هو مرض يعني في نفس الوقت، مش يعني الواحد ما يملك السيطرة عليه. ف أتوقع يعني أنه لازم يكون في دعم من الطرفين من الأم والأبو، وهذا الشيء أكيد بيكون في مصلحة الأبناء. فأتوقع أنهم متساوين بين الأم والأب. الاكتئاب مرض دكتورة، صحيح. لازم الواحد ينتبه لهذه المسألة، هو مرض وبيأثر على وايد أجهزة، صحيح. عضوية كذلك في الجسم. موضوع الاكتئاب يا جماعة الخير يعني الواحد قدر الإمكان يحاول يبتعد عن الإصابة بهذا المرض. عادة ما يتردد بعد يصير عند الأخصائيين يعني، إيه هذه ما فيها، بالعكس يعني الحين ان احنا وصلنا الحمد لله يعني لمرحلة ان الانسان لما يحس ان عمره مكتئب او يحس باي ضغوطات نفسية الافضل ان تروح تتكلم عنه. بالعكس كلامك في المشكلة مو معناته انه يزيد المشكلة، لا بالعكس هذا الشيء يخففه. نحن يمكن ثقافة ان نزور طبيب نفسي او اخصائي نفسي انه ممكن يساعدنا، هذه الثقافة بعد ما وجدت عندنا، ولكنها يا جماعة الخير مسألة مهمة جدا. أيضا يمكن هذه الدراسة موجودة في الغرب
أو يعني تم تحديده بويلز وبريطانيا وإيرلندا. هناك عندهم يعني مجتمع مختلف. نحن عندنا اللهم لك الحمد في ديننا الإسلامي عندنا مسألة أن الواحد يتفائل دائما، يرضى بقضاء الله دائما، وأيضا يعني الواحد يعرف أن كل شيء مقدر ومكتوب. فأنت دائما عندك هذه المساحة الروحانية اللي ممكن تطلع كل الطاقات السلبية في جسمك وقت الصلاة، بس يعني وقت السجود تحس ان الهموم كلها تطلع منك، تحس ان الدنيا ما يعني ما تستاهل ان الواحد يزعل عليها ولا انه يتضايج، لان في النهاية عندنا قناعات وإيمانيات راسخة فينا. اللهم لك الحمد يعني على نعمة الإسلام، نحن هذه النعمة اللي موجودة عندنا والله نحسد عليها، اللهم لك الحمد يعني. وعشان تي دائما يقولك الصحة مو بمقياسها بس الصحة الجسدية، الصحة النفسية والصحة الجسدية وبعد الصحة الروحانية. شو الصحة الروحانية؟ هي علاقة الإنسان بربه يعني، فهذه بعد تعكس على صحتك بشكل عام. أتوقع أنه يعني أثر الاكتئاب سواء كان الأم وكان الأبو، أتوقع أن الاثنين ممكن يكون الأثر متساوي، خاصة إذا كانت علاقة الأم والأبو قريبة وايد من أطفالهم، فهو هالشيء ممكن يعني يعديهم. يعني تعرف كيف الطاقة السلبية هي معدية عموما. صحيح. الطاقة السلبية تعطي مؤشرات ممكن تخلي المكان كل اللي حواليك يعني تحس بضيجة، تحس باكتئاب، تحس ان المكان يعني وايد يضايق وانت يالس. فحاول تبتعد عن الامور السلبية، حاول دائما قدر الامكان انك انت تخالط الايجابيين. مؤسسة الزواج هي مؤسسة مشتركة، يعني اللي بتغرسها في عيالك في صغرهم بتحصد. هذا يتكلم من حين عن سن المراهقة، ولكن هنالك تأسيس قبل سن المراهقة، أسسهم على مبادئ وأخلاقيات ديننا الحنيف، علمهم الصلاة، علمهم أن دائما وأبدا هموم الدنيا ما تسوى شيء عند يعني عند طاعتك حق ربك، وعند أخلاقك مع الناس، وعند تفاؤلك دائما تفاؤلوا بالخير تجدوه. فهذه مسائل جدا مهمة الواحد لازم ينتبه لها. نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم مستمعين الكرام، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير مرة ثانية أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجنا صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. حابين نذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006. فياريت تشاركونا ومشاركتكم أكيد تسعدنا. وفقرتنا الحين بتتكلم عن حملة ابتسامتي. حملة ابتسامتي أطلقتها هيئة الصحة في دبي في الفترة اللي طافت، والحين هي اعتمدتها هيئة الصحة كبرنامج وقائي لصحة الفم والأسنان. طبعا هذا عقب النتائج الإيجابية اللي حققتها الحملة في والحديث عن هالحملة وأكثر نعرف شو أهدافها والأهميتها في تعزيز وعي المجتمع بصحة الفم والأسنان. عندنا اليوم ضيفتنا المتميزة الدكتورة شيماء المشهداني، أخصائي أول طب الأسنان بهيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة ونورتي الاستديو. شكرا جزيلا، وأنا جدا سعيدة بحضور وعلى استضافة دائما في برنامج رائع مثل برنامجكم اللي بيكون كله في فوائد المجتمع. وحقيقة أيضا أنا فخورة جدا أني أتكلم عن الموضوع في البرنامج مالتكم. فياريت يا دكتورة. شكرا. شكرا لك دكتورة. نحن قبل أن ندخل في الحوار بس أنا بقرأ عندي مسجات سريعة ما أقراها وما رد عليها وما ندخل في الموضوع. يقول السلام عليكم، بالأمس اتصلت للاستفسار عن نقطة في نظام البطاقات الصحية الدكتورة منى، ويقصد أستاذ أماني. هذا أحمد يعني هذا تقصير من عندي أنا ما حولت الرقم على أماني بسبب ضغط العمل ونسيت، فإن شاء الله اليوم بحول الرقم على طول بعد البرنامج. يا رب ما أنسى.
زين يقول هني أجبرتمونا على أن ندفع لشركات التأمين لاستخراج بطاقة صحية للفئات المساعدة، بل وفرضتم غرامة 500 درهم في حال عدم استخراج البطاقة الصحية، والنتيجة منشورة على الصفحة الأولى من صحيفة الإمارات اليوم عدد اليوم، فأرجو أن تقرأ الخبر أخي مقدم البرنامج، والله يعوضنا 500 درهم اللي شفطتها شركات التأمين الصحي. بسعيد، بسعيد أولا هذا قانون، قرار من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في هذا الموضوع، هذا واحد. اثنين الإجبار يعني في النهاية في 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 قوانين هي الواحد يتبعها، ما في مسألة إجبار أو كذا. ثلاثة الفوائد فوائد كبيرة لك لمصلحة الشخص نفسه، أنت لما تجيب العامل عندك وتأمنه زين، وهذا نحن في دولة متقدمة جدا، هذه الدولة فيها منظومة صحية راقية جدا، وأيضا في لها قوانين الواحد لازم يتبعها، فما في مسألة أن شفطوا المبلغ ولا كذا، لا هذا كلام غير سليم. مع احترامي الشديد لك بسعيد، أنا يعني الله يخليك ميرا حطيه في السيستم مع الشباب على أساس الشباب بس يشرحوا له فوائد هذا السيستم، فوائد التأمين الصحي، ويا ما تكلمنا يعني سنة كاملة كنا نتكلم على هذا الموضوع. فبعد ما يمنع أن من يب دكتور حيدر بعد يكلمنا عن الجديد في هذا النظام، وأيضا الجديد في التأمين الصحي، ونذكر الناس بأهمية التأمين الصحي وبأهمية وجود هذا التأمين الصحي، أهميته للعاملين، أهميته لرب العمل كذلك. يعني ما أزعل والله لما أشوف مسجات بهذا الشكل، لأن المسألة مسألة جيدة جدا. ما أدري يعني، ما نحاول نتواصل معك، إذا بيطلع ويانا بسعيد على الهواء بعد شوفي، خليني أفهم يعني الموضوع، لأن ما نتناقش معاه على السريع في ثلاث دقائق كذا، إذا قادر إنه يطلع بعد الفاصل إن شاء الله. عموما نرجع لموضوع حملة ابتسامتي، وخلينا نبتسم دكتورة. انزين تعطينا فكرة عامة عن الحملة وأهميتها. نعم، الحملة هي نتيجة دراسات وعصف ذهني لنتائج مسح كانت في 2013 أثبتت أن نسبة التسوس بين الطلاب في دبي كانت عالية جدا، وخاصة الفئة العمرية الصغيرة اللي هم من 4 إلى 6 سنوات كانت حوالي 65%، مقارنة في الدول العالم مثل دول الإسكندنافية أو بريطانيا كانت المعدلة تجاوز 0.6. فإحنا وجدنا أنه يجب أن نضع خطة على المدى البعيد تحاول على أنه نخفض نسب التسوس ونرفع من مستوى الوعي لدى الأهالي والمجتمع عموما في دبي، حتى أن نتفادى نوع من هاي الآفات، لأن أنا أعتبر التسوس نوع من الآفات، لأنه التسوس مش بس هي مظهر ولا هو مشكلة صحية، هي جوانب كلها تؤثر على شخصية الطفل وشخصية أيضا البالغ لما يكون عنده نسب تسوس وآلام ومشاكل صحية وعدم قدرة في التغذية الصحيحة إلى آخره. فقمنا بوضع برنامج، ابتدأنا طبعا كما هو طريقة البحث العلمي الصحيحة، نبتدي في مجموعة صغيرة ونقوم بعمل هذا البرنامج بشكل على مدارس 7 كانت في مدارس الحكومية، ونشكر أيضا وزارة الصحة والوقاية لمساعدتنا وسندنا في هذا البرنامج. فدخلنا على المدارس، قمنا بأهداف معينة لهذه الفئة العمرية اللي هي من 4-6 سنوات، ولاقت الحمد لله نجاح باهر واستحسان من الأهالي، وبالتالي قررنا أنه إحنا نمد السنة اللي وراها واللي وراها واللي وراها ونزيد عدد المدارس والطلاب المشاركين في هذا البرنامج. جميل، هني نسأل شوية بعيد عن الموضوع دكتور، يقول هيئة الصحة شو موضوع الزحمة في طوارئ لطيفة؟ نحن تكلمنا في هذا مع بداية الحلقة، قلنا أن موضوع سلامة. يا جماعة الخير، إذا ما كانت الحالة طارئة أتمنى يعني تذهب إلى المركز الصحي اللي أنت تابع له، وايد مسألة مهمة وتكلمنا عن هذا الموضوع. زين، في مسج ثاني يقول السلام عليكم، أنا حاليا في عيادة ندى الحمر، لا توجد كراسي للرجال ونحن واقفين صار لنا ساعة، أنا اللي عارفة في أماكن خاصة للرجال والنساء، لكن يقول أنا في قسم التسجيل في عيادة ندى الحمر، أي كرسي للرجال حريم محتلين كل الكراسي، حريم يستاهلون، يمكن عددهم أكثر اليوم. يستاهلون الحريم، يأخذون كراسي الرجال والحريم، اللي هو مشكلة. دكتورة نرجع للحملة. نعم. زين دكتورة، لو تذكرينا بأهداف الحملة. نعم.
الهدف الأول والأسمى هو خفض نسبة التسوس لدى الأطفال وزيادة الوعي وقدرتهم على المحافظة على نظافة الفم والأسنان. هذه الأهداف الرئيسية. ومن خلالها أتت النشاطات وتدريبات لممرضات المدارس وأيضا ورش العمل اللي قدمناها للأهالي، كلها لتخدم هذه الأهداف الثلاثة. ما شاء الله. إنزين، يعني الفئات المستهدفة عندكم قلتينا من عمر كم لكم؟ الآن في المرحلة الأولى من هذا البرنامج نستهدف الفئة اللي هي تحتاج عناية، لأن نسبة التسوس كانت عالية، اللي هم 4 إلى 6 سنوات، وهم الفئة أيضا العمرية اللي هو بسهولة إدخال عليهم نظام يتعلموه ويستمر معاهم إلى الكبر، وهي أيضا الفترة اللي يكون فيها الأهالي يعني خلينا نقول معرف نفسيا يكون عندهم القابلية والقدرة أيضا أنه يسيطروا على الأولاد بشكل ويساعدوهم على أن يمشي على نظام معين ويكونون يعني على نظام يعني نمط حياة. نعم صحيح. دكتورة، بس تذكرينا بالنتائج اللي حققتها الحملة وعدد المستفيدين منها. إلى الآن يعني الحملة ابتدت السنة الماضية، استمرينا أول شيء لمدة 3 شهور من شهر الثاني إلى حد الشهر الخامس، متابعة أسبوعية وشهرية لكل الطلاب. أدخلنا نظام تفريش الأسنان في المدارس بشكل يومي. قمنا بعمل أيضا تدريب للممرضات المدارس حتى يساعدونا على إشراف على الطرق الصحيحة في تفريش الأسنان، النظافة، التوعية، دروس توعية كانوا الممرضات يعطوهم للطلاب. أيضا قمنا بعمل ورش عمل، 7 ورش عمل لدعينا الأهالي للحضور، وتكلمنا عن مختلف الأمور التي ممكن تؤثر على صحة الفم والأسنان. في البداية قمنا بفحص ميداني للطلاب، اكتشفنا أنه في نسب تراكم الأوساخ على الأسنان كانت جدا عالية، والحمد لله بعد 3 شهور من التواصل قمنا بمسح إضافي، وجدنا أنه 50% من تراكمات الأسنان خفت، وحوالي 67% من الأمهات غيروا نظام تماما الأولاد في المنزل. والله هاي نتائج مبهرة صراحة دكتورة. الحمد لله. يعطيكم العافية على الجهود. إنزين، شو مدى استجابة والتفاعل المجتمع أو يعني المدارس لهالحملة؟ نعم، شوفي كل شيء يدخل جديد في نوع من المقاومة، ولكن عندما توعين المجتمع بشكل صحيح تعطيه النتائج اللي ممكن يحصل عليها على المدى البعيد، يبدي الاستجابة تكون أسرع وأفضل ويكون في إيجابية في العطاء. فإحنا كان الأهداف الرئيسية لورشة العمل للممرضات المدارس أيضا زيادة التوعية وإعطائهم الإحساس بأهمية الموضوع. إحنا الجدير بالذكر حقيقة مع البحوث العلمية والعالمية الآن أنه أمراض الأسنان واللثة لا نستطيع أن نفصلها عن أمراض الجسد. أثبتت علميا أنه المشاكل في اللثة وفي التسوس يؤثر إلى مضاعفات في مشاكل في مرضى القلب وفي مرض السكري وأيضا في المفاصل، وكذلك حتى على الحوامل اللي هي الولادة المبكرة وولادة الأطفال بأوزان قليلة. فإذا الموضوع ليس مجرد تسوس أو موضوع فم، الفم هو جزء من الجسم. فعندما توعين المجتمع أنه فمك لما يكون وأسنانك لما تكون صحية، الجسد عامة يكون بصحة وعافية، فبالتالي لقينا استجابة أفضل وأفضل. يعني في عندنا مثلا لاعب كرة مشهور في فريق إنجلترا اسمه جيرارد، ما أدري عبد محمود تعرفه ولا لا. معروف. هذا كان يعاني من مشاكل في الركبة مستمرة، وعجزوا الأطباء أن يعرفوا شو السبب. ولكن طبيب شاطر اكتشف أنه عنده مرض في اللثة مزمن، تم علاج اللثة، أصبح اللاعب في كامل صحته ودخل الملعب وبدأ يلعب مرة ثانية. الدكتورة، أنا أتذكر أحد المدربين اللي مر على أحد الأندية عندنا في الدور المحلي كذلك، أول ما بلش التدريب أول شغلة سواها خذ اللعيبة كلهم سواها لهم فحص للأسنان كلهم من غير استثناء، واللي عنده مشكلة كان يعالجها. نعم صحيح. وهذا بسبب أن يعني في أنواع من البكتيريا اللي ممكن تدخل عن طريق الأسنان وتأثر على الركبة وتأثر على القلب، تدخل مجرى الدم. البكتيريا هاي تدخل مجرى الدم، وبالتالي لما نوعي الأهالي بالشكل هذا أو المجتمع بصورة عامة يصير عندهم انتباه أكثر، وعي أكثر، اهتمام أكثر بالحملة اللي إحنا قاعدين نقدمها أو البرنامج اللي إحنا نقدمه الآن. صحيح، كلام جميل دكتورة. إنزين، ممكن تحكين على المرحلة الثاني للحملة هذه وعدد المدارس المستهدفة؟ الآن في السنة هذه احنا استهدفنا 30 مدرسة، أكثر من 1500 طالب إن شاء الله. وطبعا احنا دعوتنا مفتوحة لجميع المدارس، سواء كانت المدارس الحكومية أو مدارس خاصة، لأنهم كلهم أبنائنا وكلهم نحب أن يكونوا في صحة وعافية. الآن احنا الآن في الاستوديو في عندنا فريق العمل في متوجه لمدرستين،
يعمل فحص ويعمل علاجات وقائية ويعمل أيضا توعية للأهالي في هاي اللحظة الآن. ممتاز. جميل. دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في عملكم وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم آخر. شكرا لك. نورتينا دكتور. شكرا جزيلا. دكتورة شيماء مشهداني أخصائية أول طب الأسنان في هيئة الصحة في دبي. إنزين أنا بقرأ هذا المسج. أخي الكريم رفع الضغط الله يخليك. أقرأ الخبر المشهور اليوم على الصفحة الأولى صحيفة الإمارات اليوم. يعني أبو سعيد حاولنا نتصل فيك إنزين ما رديت علينا. قلنا لك يعني حاول تدخل معانا في الهواء ونتكلم بعد تسكر التليفون. لكن الخبر يقول المستشفيات ترفض علاج فئات مساعدة مشمولة بالتأمين الصحي. هنالك نظام يا سيدي الكريم, في نظام للشكاوى, في عقد بينك وبين شركة التأمين, في لوائح وقوانين ملزمة, في يعني أمور معينة. يعني المسألة مو فوضى أبدا, مش فوضى يا جماعة الخير. يعني شو أرفع لك ضغطك؟ كنت اللي أسترفع لي ضغطي بسعيد. عموما أنا أتصل بك بعد البرنامج الله يخليك رد علي, ولا بحول رقمك على الناس المعنيين بعد كذلك على أساس أنه يتواصلون معك. لا تسكر التليفون عليهم بسعيد, بارك الله فيك. ويعني أنا أرحب برسالتك, أنا أقرأها مثل ما هي من باب الشفافية والتواصل معكم, بس يعني شوية نفهم المنظومة وبعدها ممكن نعلق. يعني يقول في زمن قياسي في مركز الكرامة استطعت اللحاق بعملي في الوقت المحدد. شكرا لكم وشكرا لدبي السعادة وربنا يوفق الجميع. شكرا لك. إنزين نقص فيتامين د من الصغر يؤثر تأثير بالغ على الأسنان والعظام. صحيح. وفي مسج بعد على نفس الموضوع مع المركز الفحص الطبي في الكرامة. يتوجب بالشكر والاحترام لهيئة الصحة بدبي وكل من يعمل في مركز الكرامة لسرعة الإجراءات الفحص والانتهاء من كل الإجراءات. شكرا لكم على هذه المسجات الطيبة. نطلع فاصل, بعد الفاصل عندنا موضوع آخر فابقوا معنا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام, حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم. صباح الخير يا أخي عبد الرحمن. أنت ما شاء الله رسائلك يعني كلها إيجابية, صح أني كتب كلمتين بس يعطيك يعني أشياء جميلة. أرجع حق الخبر المنشور في صحيفة الإمارات اليوم. زين كان يعني تحت عنوان, أنا ما أدري بسعيد إذا قريت الخبر كامل ولا لا. زين يقول مستشفيات ترفض علاج فئات المساعدة مشمولة بالتأمين. أنا بقرأ لك أنا على السريع رد الدكتور حيدر, يا ريتك قريته. يقول ان دكتور حيدر يقول ان 90% انزين 90% من شكاوى المشمولين بالباقة الأساسية للتأمين الصحي تنتج لعدم معرفتهم بطبيعة الباقة واتجاههم مباشرة الى المستشفيات دون التحويل من عيادة العائلة المعتمدة. وكل شركة تأمين متعاقدة مع عيادات موزعة بحيث تغطي مناطق الإمارة كافة. تكلمنا في الوقت سابق عن أن ضرورة مسألة أنك أنت لما تأخذ العقد مال التأمين يا جماعة الخير تعرف شو المستشفيات التابعة لك وين بتعالجهم وين المنطقة الجغرافية مالتك, وهذه مسألة وايد ضرورية. ما أبغي أعطي هذا الموضوع الحين لأنه وايد مواضيع أخرى, بس لأن عشان بسعيد من البث المباشر حتى ويكلم أبو عمر وحاولوا يتصلون فيه بعد كذلك من الهيئة أكثر من مرة, لكن ما أدري. عموما نرجع لموضوع آخر. إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي
أمس أطلقت مبادرة تسوق بذكاء بهدف تعزيز الوعي المجتمعي باختيار بأهمية اختيار التغذية السليمة لصحة الفرد وكيفية التعرف على مكونات الأغذية قبل عملية الشراء. مبادرة جميلة ذكية جدا هذه المبادرة. نحن نتكلم عنها مع الأستاذة مريم علي رئيس شعبة التثقيف الصحي بإدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير. صباح النور. انزين هذه مبادرة ذكية دكتورة. انت طبعا ما ادري انت روحك تسيرين تشترين حق البيت؟ الصراحة انا بروحي اسير اشتري للبيت، بس انا عندي نظام يعني ما استغني عنه، عندي لست، وهذه التشيك لست موجودة عندي ومحتفظة فيها، اقسم كل ادوات اللي احتاجها كل شهر، فما اعاني، اسير اخذ الليست اطبعها وانا اسير في الجمعيه واقعد، والحمد لله يعني وفر لي الوقت، والحمد لله اعرف الاشياء الضروريه اللي احتاجها بنفس الوقت، وبنفس الوقت يعني مو كل شيء اشوفه قدامي اي واخذه وانا مو محتاجه منه. فيعني انا صراحه من النوع اللي تشيك ليست والشغلات هذه. انا ابغي اتكلم مع اختي مريم، ابغي اعرف الحين هذه المبادره انتم يعني شو اللي تبغون تقولونه من هذه المبادره؟ اعطينا الفكره والاهميه لهذه المبادره. المبادره هاي مش جديده على اداره التغذيه، هي مستمره، بس نحاول نحن نغطي كافه الاماكن اللي فيها كافة الأماكن اللي فيها يتم فيها التسوق، وخاصة على المنتجات الغذائية. هاي السنة بدت جولاتنا التثقيفية للمتسوقين في أسواق أفرع أسواق، بديناها البارحة من فرع ند الحمر، وبتكون مستمرة لين نهاية الشهر على ديسمبر إن شاء الله. شو بسوون فيها بالضبط؟ هدفنا فيها توعية المتسوقين عن طريق اللي هي كيفية قراءة الملصق الغذائي. مثل ما تعرفون أو تلاحظون قليل جدا الناس في المكان، مكان التسوق يعني ما يحاولون يقرون الملصق الغذائي، على طول يتم الاختيار وينحط، بس الملصق الغذائي تعريفه انه عبارة عن المعلومات والحقائق الغذائية اللي المهمة واللي ترشد المستهلك لاختيار الأغذية الصحيحة أو السليمة. أنا بالنسبة لي ما أعرف أقرأ الملصق، أعترف بهذا الشيء. يمكن يعني بطاقة التغذية، قراءة بطاقة التغذية هذه وايد صعبة، ما أعرفها، بس ترى أسبجين إحنا نكون موجودين. إنزين خبريني شو اللي أقرأ فيها، فهميني فيها دكتورة. الملصق الغذائي فيها عدة أجزاء. أوكي. في البداية يعطيك الوزن، المحتوى من الحقائق الغذائية، مثلا هذا المنتج شو فيه من مكونات من الكربوهيدرات، البروتينات، الفيتامينات، هاي الأمور. إذا الشخص كان عنده مثلا مشاكل صحية، حساسيات مثلا، هذه الناس اللي في الغالب نحن مركزين عليهم أكثر، اللي يعاني من مثلا السكر، اللي عنده كوليسترول، لأن في أشياء مسجلة اللي هي مثلا تصنيف الدهون نفسها، هل الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة، كمياتها اللي موجودة، كمية الصوديوم جدا مهم أن الواحد يلاحظها. طلعت الحين بعض الأمور اللي هي الناس متقبلة على الماء، قليل الصوديوم، زيرو الصوديوم. فما أعرف ليش الناس وايد مركزين على الماي بالذات. شو يعني يقولون إن الماي قليل الصوديوم أفضل؟ كم تقريبا نسبة الصوديوم اللي في الماي؟ لو نقول أعلى نسبة في القنينات اللي موجودة يمكن تكون 10. أوكي، وهي نسبة مقبولة يعني؟ مقبولة ولا لا؟ للناس العاديين تقريبا النسبة المطلوبة تكون 2.4 صوديوم. طيب أنا باخذ مداخلة دكتورة، بس يمكن ما أدري إذا على موضوع اللي نتكلم فيه ولا موضوع آخر. بخيت؟ ألو. مرحبا بخيت. مرحبتين أخوي. تفضل يا سيدي. دام فضلك، لو سمحت أنا عندي شوية مداخلة وعتاب من على إجراءات وزارة الصحة.
الوزارة ولا الهيئة؟ الهيئة عندكم في دبي. دام فضلك. أنا الله يسلمك يعني تم تحويلي من عيادة البرشة لمستشفى راشد. أنت عاني من ألام. فمن التاريخ اللي تم تحويلي لين ما تم وصف الدواء 3 شهور ما بين نتريا موعد للدكتور وما بين موعد للأشعة وموعد تحاليل. فدبي يعني هيئة الصحة في دبي أنتوا تقولون الحين تشجيع للسياحة العلاجية. فحالة بسيطة مثل هاي خذت 3 شهور بين مواعيد وغيرها. فما بالك السائح اللي بيجيك أسبوع وعشر أيام. إجراءات عندكم في المواعيد جدا صعبة. يعني أنا أساس أدخل على أخصائي شهرين في الموعد مالي. وأنا محول حالة مستعجلة من عيادة يعني مش جاي دايركت لمستشفى راشد. فهذا هو الموضوع. يعني أنا بعد ما أخذت العلاج الحمد لله وتحسنت الحالة سافرت لدولة من الدول شرق آسيا. نفس الإجراءات هذه سويتها في 3 أيام ما بين أني أدخل على أخصائي وسوي تحاليل وأخذ العلاج. والصراحة للأمانة قالوا لي أنت تأخذ أفضل علاج. يعني الوصف للعلاج في دبي يعتبر أفضل علاج. فهذه يعني هذه صراحة في حقهم يعني كلمة شكر. ولكن كإجراءات طول جدا يعني زي. بس هذا هو موضوعي يعني. جزاك الله خير يا بخيت. أنا بحول ملاحظتك للمعنيين. هذا واحد. أنا وايد مستانس إن العلاج كان جميل جدا وهذا أهم شيء في الموضوع. إن الله يشافيك ويعافيك يا رب ولا باس عليك. إنزين. ثلاثة موضوع الإجراءات يعني هني هذا والله موضوع تعرف وايد أطراف يتحملون مسؤوليته تبغي الصدق. طيب إذا حصلت وقت بعلق على هذا الموضوع مع نهاية الحلقة بس عشان ما أعطل الدكتورة مريم على الموضوع الرئيس نتكلم فيه. تعرف تقرأ البار مال الأكل في الجمعية بخيت؟ لا الأرقام إلا ما أنت. طيب الحين ما نتكلم عن هذا الموضوع بعد ما نأخذ بالتفصيل يا دكتورة مريم. اسمعنا وإن شاء الله بعلق على هذا الموضوع لأنه شيء وايد مهم أنت طرحته. شكرا لك يا بخيت. طيب دكتورة حتى بخيت ما يعرف يقرأ. أنا ما أعرف أقرأ. ما أنت تعرفين تقرأين الأشياء؟ أنا صراحة أركز عليها أشوف. زين ممتاز. أنا أبغي أعرف أهم الأشياء اللي لازم أنتبه لها من خلال قراءتي لهذه المكونات أو هذه الأشياء اللي مكتوبة أصلا بخط صغير وواحد محتاج عدسة عشان يقرأها. يعتمد على حجم المنتج نفسه بقى. أوكي. فالملصق يكون دائما حجمه عادي فممكن الواحد يقراه يعني ما فيه مشكلة. بس أهم شيء أنت مثلا ما أخذ المنتج في غرض شو يعني بالضبط ما أخذ منه. يعني اللي عنده سكري ينتبه. اللي عنده حساسية في حساسية الفول هذا الفول السوداني بعدها من الأشياء شو اسمه في حساسيات يعني القمح خاصة للناس هذيل بالذات المفروض يقرون الملصق. في عندنا تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء المكونات نفسها تفصيل للمكونات الأخرى مثل يعطيك التوتل الدهون بشكل عام وتكوينات الدهون اللي موجودة سواء المشبعة الغير مشبعة كمياتها ايش كثر. والشخص المفروض لازم تكون عنده ثقافة حتى في التسوق. يعني استاذة مريم يعني انا يوم بيجي بقرا من عن المنتج مو بقرا كل شيء بقرا الاشياء اللي المهمة مثلا بقرا عن الدهون الكربوهيدرات او مثلا عن السكريات يعني اشياء اللي انا اشوفها واللي احسها مهمة اكثر ولا المفروض نقراها كاملة؟ بالضبط هي كمعلومات عامة ممكن الواحد يقراها كلها لكن في الغالب نحن نقرأ الأشياء اللي تهمنا. صحيح. بالضبط مثلا واحد عنده حساسية في الجلوتين يشوف هالمنتج هل في جلوتين ولا ما في والأشياء الثانية اللي هي تاريخ الانتهاء وهي الأمور مهمة جدا أن الواحد يدقق فيها. شو أكثر الأشياء اللي فيها مفاهيم خاطئة عند الناس وانت تبغين تصححينها دكتورة؟ غير الماي الزيوت عموما عندك يكتب لك زيت صحي خالي من الكوليسترول. شو فهمتوا انتم من هاي الجملة زيت صحي خالي من الكوليسترول هذا اللي فهمنا. احنا بنعرف اذا هي دهون مشبعة او غير مشبعة هذا اللي يهمنا اكثر. بالضبط يعني زيت خالي من الكوليسترول لكن هل شو نوع هالزيت بالضبط نباتي ولا حيواني؟ بالضبط. أوكي. نباتي إذا كان نباتي بعد شو نوعه لأن أغلبهم ممكن يكون زيت خالي من الكوليسترول ولكن نباتي بس في أنواع من الزيوت النباتية بعد تأثر على نسبة
الكوليسترول اللي هو زيت جوز الهند وزيت النخيل اللي تدخل في يعني أغلب المواد المصنعة الغذائية. إنزين أستاذة مريم، أنا عندي بس ملاحظة يعني أكثر عن شخص كان يسألنا أن مثلاً في وايد منتجات ما يكتبون مثلاً خالي من السكر، أو ما يكتبون نسبة السكر بشكل واضح، يكتبون يعني يستبدلون كلمة السكر بأسماء ثانية. بالضبط. هذا الكلام صحيح؟ صح. بالضبط صح. فكيف إحنا نعرف أن هذا الشيء فيه سكر؟ هل هو سكر نافع أو سكر ضار مثلا؟ ساعات ممكن يكتبون اسم السكر نفسه إيه؟ طريقة ثانية مثلا سكر السكروز اللي فيها أوز، هذه هاي الأنواع ممكن يكون، بس المفروض لازم ينكتب. ساعات مثلا ممكن يكتبوا لك بشكل عام نسبة الكربوهيدرات بشكل عام، فممكن يندرج السكر من ضمن الكربوهيدرات نفسه. انزين استاذة مريم، نبغى بس نصائح عامة توجهينا للمجتمع بشكل عام حول الطريقة الصحيحة للتسوق بطريقة مختصرة وتفيد. مثل ما قلتي في بداية الموضوع ان يتم ان الواحد يتبع الشراء للحاجة وليس للرغبة، لان في ناس ممكن يدخلون المجمع هذا ويشترون اللي يبونه بشكل عشوائي. فلازم الواحد مثل ما قلت قائمة تكون من قبل مخطط عليها، والاحتياجات الأساسية اللي مطلوبة في يعني نقول الاحتياجات اللي مطلوبة خلال أسبوع مثلا. ممتاز. طيب، وأيضا يعرف صلاحية المنتج وايد مهم. لازم يعني هذه أهم شغلة ضرورية. إيه، وفي في بعض المواد الغذائية صلاحيتها محدودة بوقت معين، فالواحد ينتبه لهذه الأمور. الحين دكتورة، الصلاحية تنتهي مع نفس اليوم ولا قبل التاريخ؟ يعني أرمي الشغلة، هو يعتمد على المنتج نفسه. مثلا بالنسبة للحليب، عندك الحليب مثلا المركز والمحلى والفريش اللي يكون طبيعي، يعني اللي حاطينه مثلا صلاحيته 21/11، يعني اقدر استخدمه اليوم ولا ارمي؟ اذا هو حليب طازج لازم نفس الوقت لازم ينعق. لازم ينعق اذا يعني مو بتاريخ 22 اليوم. على تاريخ اليوم ما يمنع، ممكن اشربه انا على تاريخ اليوم، لكن اذا لي باكر يعني 22 خلاص. بطلع. يعني ما ندخل الساعه 12 نرمي. وشو بالنسبه للزبادي او الروب؟ احنا سمعنا ان مثلا حتى عقب من تاريخ انتهائه ممكن نستخدمه، لانه يكون في نسبة البكتيريا تزيد، وهذه بكتيريا صالحة نافعة لنا، صحيح هالشيء؟ والله أنا ما بأحط هالاعتقاد أو هالمعلومة. يعني أنا قريتها هاي إنه من أسبوعين نقدر نستخدم الروب حتى. الله يخليك دكتورة، تسوي لنا مشاكل. هو الأفضل على تاريخ الانتهاء نتقيد فيه. جميل. الأفضل. طيب، واحد ما يغامر فيها، خاصة في بالضبط. مشتقات الحليب ومشتقات الألبان دكتورة، موضوع التسمم سريع فيها. بالضبط. فنحن شاكرين لكم. صحيح. شاكرين لك دكتورة. بس كنت أبغى شوية. أنا بعطيك كلمة أخيرة بقول لك بس إنه خلاص، قولي الكلمة الأخيرة ونختم عاد. هي هاي طبعًا البرنامج هذا ضمن طبعًا استراتيجيات هيئة صحة دبي اللي تخص وتندرج تحت ضمن الصحة العامة، وفعالياتنا نحن بس مش عن إرشاد اللي هو يعني توعية على المرصق الغذائي، طريقة التخزين بعد، وخصوصا تخزين المواد الغذائية، الماء والمواد الغذائية الثانية، وأهمية التعريف على أهمية الماي وسلامة الأغذية. جميل. إذن كل شيء يخص التغذية من خلال هذه المبادرة. نعم. الأستاذ مريم علي، رئيس شعبة التثقيف الصحي بإدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، كانت تكلمنا عن مبادرة التسوق بذكاء، والتسوق بذكاء لها شروط هم بيعلمونكم عنها في كم مركز في أسواق دكتورة تقريبا؟ هي تقريبا أغلب فروع أسواق. عموما بتشوفون وين موجودين هالأسبوع؟ نحن باكر بنكون موجودين في زين. ليه ما الدوري خليني أعلق على موضوع في البدع. يلا زين. بس دقيقة، إذا بتعطيني أيمن، سامحيني دكتورة بدرية، موضوع اللي طرحه بخيت موضوع جدا مهم.
موضوع المواعيد يا جماعة الخير، هنالك عدد من الـ 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 الأمور اللي يجب أن تراعى في هذه المسألة. الآن مع تطبيق نظام سلامة الموضوع بيكون أسهل وأسرع في الإجراءات، وتم اختصار الوقت أصلا، شافوه في أكثر من مستشفى وأكثر من عيادة. هذا واحد. اثنين، المواعيد. الله يخليكم يا جماعة الخير، الواحد لما يعطونا موعد يلتزم بهذا الموعد، لأن التزامك بهذا الموعد يساهم في تحسين الخدمة واحد، تسريع الإجراءات اثنين، يساعد غيرك يمكن محتاج هذا الموعد وانت ما تلتزم بهذا الموعد، انت وغيرك وغيرك راح يصير في يعني ربكة في العملية. اتفق مع بخيت، هنالك تأخير زين، لكن هنالك ايضا اجراءات معينه الواحد لازم يتبعها في هذه العمليه، ولازم يكون في تعاون ما بين كل الجهات. عموما كانت هذه الكلمه يعني ابغي اوجهها للمستمعين، مع ضروره ان يكون هنالك اجراءات من قبل الادارات المعنيه في هيئه الصحه لتسريع هذه المواعيد. وايضا كان في توجه من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم الله يحفظه ويرعاه في هذا المساله، من خلال زيارته لهيئه الصحه وجه بضروره تسريع المواعيد وعدم تأخير مواعيد على الجمهور. فهذا توجه بيكون إن شاء الله، وجزاك الله خير. أهم شيء كان العلاج جيد، وشكرا لكم. شكرا لك الدكتورة بدرية الحرمي على مشاركتك، شكرا لك أم خليفة مشكورة ما قصرتي، ميرة بنوح أي مسار حلو. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.